السلام عليكم وليداتي ديال السابعه، اجيو تشوفوا شنو تابعكم مروينا كحله. اليوم غادي نعطيكم هذاك الشيء اللي تابعكم. هذه العمليات ديال اول درس راه غادي يحمقوكم، ولكن اليوم معايا ان شاء الله غتولي تفهموهم من الاول حتى الاخر. تبع معايا مزيان باش نصاوبوا هذه العمليات، وانا حاس بانني الا خليتك شي عمليه من هذه العمليات غادي تصاوبهم مليون في المية. غتصاوبهم، وانا كنقولها غتصاوبهم مليون في المية. شوف انت اول مره جيتي من السادس، شنو اللي خاصك تعرف؟ خاصك تعرف الاعداد كيفاش كيتكتبوا. هذه اول حاجه باش ما تدوخش. عندنا رقم مثلا ناخذ جوج، هاد جوج كنقولوا بانه واحد العدد اللي هو موجب. باش عرفتو انا موجب، هاد جوج كنكتبوه بجوج ديال الطرق. الطريقه الاولى وليدي كنكتبوه زائد جوج، اولا كنكتبوه جوج بلا اشاره. مزيان، الا كانت عندك الاشاره هنا زائد راه كتقول بان العدد هذا موجب. عقل على هادشي اللي تنقول لك، راه مهم بزاف. هذا العدد موجب، والعدد الموجب هو اللي قريتيه في الابتدائي، قريتيه في التحضيري، في الثاني، في الثالث، في الرابع، في الخامس، في السادس، ياك. دابا في السابعه غادي تقرا العدد سالب. مثلا غنقولوا جوج سالب. شنو معنى سالب؟ يعني كنكتبوها بطريقه واحده، هي ناقص جوج. تنديروا واحد ناقص قبل منها. الا كانت جوج ناقص قبل منها كنقول بانها سالب. مزيان، الله يعطيك الصحه. هادشي اللي بغيتك، بغيتك تركز ليا مع هاد الكتاب اللي كتبت لك دابا. مزيان فهمتي؟ درتي السكرين، قيدتي في ورقه عندك. اش كتسنى صاحبي؟ قيد في الورقه عندك الله يرضي عليك. راه هادشي راه تيتنسى، ضروري ما تقيد. راه غنحيد، غنجيك واحد النقطه اخرى واللي مهمة بزاف. عندنا اسيدي هادو الا تلاقاو لينا بجوج كي غنديرو نجمعوهم. الا تلاقى ليا واحد العدد اللي هو موجب زائد واحد العدد اللي هو موجب، اذا شنو كيعطيني؟ تيعطيني موجب. صافي، تيعطيني موجب. وهاد المقولة كنقولها انا وبوحدي، كنقولها وكنقولها الدراري كيديروا مراجعة، وكنقولها في الجروب بزاف. وباش تعقلوا عليها مزيان، خذها مزيان وتسمع لهاد المقولة اللي غنقول لك. موجب هو الصديق ديالي، اولا موجب هو الصديق ديالي. الا تلاقاو جوج ديال الصحاب بعضياتهم شنو كيديروا؟ كيتسالموا بعضياتهم وتيتعانقوا وكيمشيو في نفس الطريق، يعني تيبقاو ديما هما بوزيتيف، ديما الموجبين. واستاذ الا كانوا سالبين، غنديروا سالب. الا زدنا عليه سالب تيبقى ديما سالب، حيت هاد السالب هو صحاب هذا سالب، صاحبه سالب، عنده اشاره ناقص وعنده اشاره ناقص. اذا بجوجهم غادي يتلاقاو، صحابهم غادي يتجمعوا وغيمشيو غيبقاو ديما سالبين. واضحه؟ مزيان، وهذا عليا استاذ. دابا ولا كانوا القضيه مخالفين، دابا فاش كيكونوا القضيه مخالفين هنا فين بغيتك تركز معايا. الا كان عندي سالب وزدنا عليه موجب، اذا شنو غادي يعطيني؟ هنا في هذه الحاله عندي جوج ديال الحالات، عقل عليهم. فاش كيكون السالب الا زدنا عليه الموجب، عندك جوج الحالات. الحاله الاولى الا كان الموجب اكبر، الا كان هذاك العدد الموجب هو اللي كبير. والحالة الثانية إلا كان داك العدد السالب أكبر. صافي، إلا كان عندنا هذا، أنا نديرو قلنا إلا كان الكبير فيهم، كنشوفو شكون اللي كبير فيهم هو اللي كيغلب. صافي، واضح؟ بحالاش الحالة غنديروهم جوج المرات. غنديرو هنا سالب زائد موجب تيساوي، غادي نقولو هنايا بأن هذا الموجب غنكتبو عليه هو الأكبر. إلا كان هذا الموجب هو الأكبر، كناخذوا الإشارة ديالو اللي هي زائد، وكنديروا العملية ديالاش ناقص ما بين الموجب والسالب. مزيانة. أما إلا كان السالب هو اللي أكبر، هو الكبير، كناخذوا الإشارة ديال السالب وكنديروا الفرق ديالهم موجب ناقص سالب.
هذا الشيء اللي عطيتك دابا وليدي راه هو الاساسيات. راه الا فهمتي هذا الشيء اي عمليه غادي تصاوب. دابا درتي السكرين، خديتي السكرين، قيدتي هذا الشيء في شي ورقه، قالتي راه ما تقراش في المدرسه وليدي، راه ما يعطيهولكش، كتقراه بالاشارات ولكن ما تقراش بهذه الطريقه اللي شرحته لك. دابا غادي نمشي، غادي نمشيو دابا ونعطيك طريقه اخرى، واحد الجدول صغيور بحال هكا، بغيتك اخويا تقيدو وتحفظو عندك مزيان، لان الدراري اللي كيديروا مراجعه عندي عارفين شنو كنقصد. هذا الجدول هذا ديال الاشارات سميتو طابلو دو سين، تيخص غير الضرب والقسمه. هذا سهل سهل، فاش كيكون الزائد مضروب في الزائد ديما الخارج غيكون عندك زائد، والناقص مضروب في الناقص ديما الخارج غيكون عندك زائد. الا كانوا الاشارات بعضياتهم موجب، ها انت موجب، الا ضربتو في موجب او سالب، ضربتو في سالب بجوجهم تيعطيوني موجب. صافي، هاي موجب في موجب موجب، سالب في سالب سالب. الا كان السالب مضروب في الموجب كيعطيني السالب. صافي، الا تخالفوا تعطيني السالب. هادشي ملي تيكون عندي الضرب. دير السكرين، دير السكرين وقيد هادشي في ورقه، ما تبقاش تسنى، كون بروفيسيونيل، كون صاحبي واعر، دير راسك بحال اللي راك ودليستي، خذ المعلومات في ورقه وقيد، ما تعطلش. دابا غنجيو لهاد العمليات، وقبل ما نبدا هاد العمليات غادي نديرو اسبقيات ديال الحساب، حيت نتوما عندكم الدرس سميتو اسبقيات ديال الحساب. صافي، شنو هما اسبقيات الحساب؟ ديما كنسبقو المعقوفتين، هانا غنديرهم هنايا اسبقيات الحساب. كنسبقو المعقوفتين، الأقواس، الضرب، قسمة، زائد، ناقص. هادو الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. عيش معايا كيفاش معقوفات. غناخد لهاد الأ، هاهي أ كتساوي خمسة مضروبة، نحلو ليك خوشي، 1.2 مقسومة، نحلو القوس، 2.1، نسدو القوس، معقوفة. ملي كنقول معقوفات يعني غنسبق الأعداد اللي كاينين داخل هاد المعقوفات، هما الأولين. من موراها الأقواس، غادي نسبق هاد العدد اللي بالأقواس. إذا غادي كتساوي 5 في، نخلي المعقوفة 1.2 قسمة، غادي نحسبو هادا بالأقواس، 2+1 هي 3. مازح. دابا هنايا بمعقوفتين ما عنديش فيها مشكل، وخا نحيدوهم دابا حيت عندنا غير الضرب والقسمة. صافي، ملي تيكون عندنا الضرب والقسمة كنحيدو المعقوفات وكنبداو من اليسار لليمين، يعني غنبدا بهادو هما الأولين، عاد غندير القسمة. إذا كتساوي شحال هنا؟ 5 0 يبقى 1، وهنا هي 5 1 هي 6، دونك هنا هي 6 مقسومة على 3، شحال كتعطيني؟ 2. فوالا، كنظن بأنها فاهمة. منين كيكون عندي القسمة ولا في، كنبداو من اليسار، يسار إلى اليمين، اليمين بحالها بحال زائد. راه غادي نمشي دابا للعملية البي باش نصاوبها لك ونشرحها لك مزيان. أنا بغيتك تعقل ليا غير على هادي من اليسار لليمين. بي أسيدي شنو كتساوي لي؟ هي 10 مضروبة، نحلو لي كخوشي، 2.5 زائد، نحلو الأقواس، 26 ناقص 1.3. أنا حاس بأنك غتقول لي أستاذ غنبداو بالأقواس، حاس حاس. دابا غنبداو بالأقواس، غنديرو هي 10 مضروبة، نحلو لي كخوشي، 2.5 زائد، غادي نحسبو هادي هي 24.7. دابا هنا ما غنحيدوش لي كخوشي. علاش ما نحيدوش لي كخوشي؟ حيت عندي زائد وفي، خاص تكون عندي هنايا في باش نحيد لي كخوشي. هنا لا، هنا غندير الأسبقية لي كخوشي هما الأولين، غنحسبو الوسط ديال لي كخوشي هما الأولين. هنايا كتساوي 10 مضروبة، غادي نحسبو هادو شحال، هي شحال عندك هنايا 12، 2 يبقى 1، هنايا فاصلة، 2 هنايا 27. مزيان، دابا 10 مضروبة في هاد العدد، الفاصلة غتمشي جهة اليمين، وتعطينا هي 272. كنظن بأنك فهمتي، ياك؟ أشنو نخليك تكمل تمرين راسك؟ تكملهم وتلوحهم ليا في الواتساب؟ يلا غنخلي لك شي تمرين اللي غتلوح ليا في الجروب ديال الواتساب اللي غيبان قدامك، والمجموعات اللي هي هادي غادي تدخل ليها من بعد ما تحقق الشروط ديالها. ومرحبا بك. المهم انا غادي نصاوب العمليه الاو، ياك، وغنصاوب العمليه اف،
وهاد جوج ديال العمليات غنحاول نخليهم لك انت تريني عليهم وتصيفطهم لينا في الواتساب باش نشوفوك واش فهمتي ولا لا. باش الا ما فهمتيش نعاودو نراجعو معاك في الواتساب. مزيان فيك هذا زوينه ياك، ومرحبا بك اخويا في واخ قلت لك غنصاوب لك الاو. يلا سير معايا الاو. اش قلنا شنو كتساوي؟ نحلو الاقواس 8 ناقص 4، نسدو الاقواس مضروبه نحلو لي كروشي 48 ناقص نحلو لي كروشي 12 مضروبه في 3. ودابا تبع ليا شنو قلنا غنتبعو. غادي نبداو بالاقواس وليك دابا غادي نحسبو وسط لي كروشي وغنبداو بالاقواس، وتا هاد الاقواس غادي نحسبهم. اذا غتساوي وهادي ناقص هادي هي 4 في نحلو لي كروشي 48 ناقص نحسبو هادي شحال هي 36 نسدو لي كروشي. مازال غادي نحسبو وسط لي كروشي حيت عندنا ناقص وعندنا في كتساوي هي 4 في شحال غادي نحسبو هادي 8 ناقص 6 هي 2 و 4 ناقص 1 شحال غتعطينا دابا الضرب هي 48. كنظن بان راه ساهله بزاف وراه حاس بك بانك راك فهمتي مزيان. انا غنمشي معاك نصاوب لك الاف حتى هي، وديك الساعه غتبقى لك اخر وحده ولا دوك جوجات الاخرين كنتمنى انك ما تغلطش فيهم وتصيفطهم ليا في الواتساب. يلا باش نصححهم لك باش انت دير واحد شويه ديال الاجتهاد. واخا 12 ناقص 8 بين قوسين زائد 16 نسدو لك خوشي مضروبه ب 6 زائد 4. انت ديما لي كروشي لي وسط لي كروشي ولي وسط لي بارونتيز نبداوهم هما الاولين صافي مزيان. هنايا غنديرو كتساوي نحلو لي كروشي ديالنا نبداو بهادي شحال هادي 4 زائد 16 نسدو لي كروشي مضروبه شحال هادي بين اقواس 10 صافي. نحسبو بلي كروشي شحال هي 20 نحيدو لي كروشي. ملي كنحسبو تنحيدو لي كروشي مضروبه في 10. اي عدد كنضربوه في 10 ولا كنضربوه في 100 ولا كنضربوه في 1000 ولا كنضربوه في مليون كنزيدو عدد ديال الاصفار. مزيان هنا 20 ها هو العدد ديالي شحال نزيد ليه من صفر على حساب العدد. 10 عندها صفر واحد غنزيدو لها صفر. كنتمنى انك فهمتي في هذه اللحظه هذه، ومرحبا بك في عرض انت ناضي. ما تنساش تصيفط ليا دوك جوج جمالي اللي بقاو في الواتساب. سلام عليكم.